بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بنتكلم في مادة الهندسة الصحية عن الموضوع بتاعنا التاني أو الفيديو التالت في الديزاين أوف رو ووتر سامب أو السكشن ويل اللي هي بويارة المياه العكرة. تمام. الفانكشن أو وظيفة الصامب، تمام، اللي هو انك تجمع المية من المضخات وتوزعها بانتظام في المضخات، تمام، يبقى saving of water for pumps and distribute water uniformly on pumps. واللي بيديك بقى، كان الدكتور عمل كويز وقال لك ازاي how to design of raw water sump، تمام. فانت دي اول حاجة بيديك given data، يبقى الديزاين داتا. اول حاجة الديزاين فلو بالمتر على التكعيب على السكن او ايا كانت الوحدة بتاعته، وبعد كده بتجيب من الديزاين فلو ديت تجيب الكيو ديزاين او كيو ماكسيمم مانثلي. قلنا كيو ماكسيمم مانثلي اللي هي 1.4 الكيو افريج، والكيو افريج ديت اصلا بتساوي البوبوليشن في الووتر كونسامبشن، حاصل ضرب حاجتين البوبوليشن في الووتر كونسامبشن، وبعد كده هنجيب الكيو مينيمم. يبقى انت بتجيب الكيو ماكسيمم اللي هي كيو ديزاين، والكيو مينيمم اللي هي 0.7 الكيو افريج. طيب تمام. طيب بعد كده بتجيب اول حاجه انت جبت الفلو اهو، تاني حاجه بتجيب الفوليوم ديزاين فوليوم. طيب الفوليوم اوف سامب بتساوي الماكسيمم من القيمتين الاثنين دول، اللي هو الريتنشن تايم سواء كان 2 مينت او 5 مينت. الريتنشن تايم بيتراوح من 2 ل 5، تمام. لو هتضرب الكيو ماكسيمم يبقى الكيو ماكسيمم في 2 مينت. خد بالك ان الوحده منت، عشان لو انت شغال بالثانيه هتحول، تمام. يبقى ده الريتنشن تايم او زمن البقاء. يبقى قيمه من الاثنين كيو ماكسيمم في 2 او كيو مينيمم في 5، تمام. طيب المينيمم في الكبير والماكسيمم في الصغير. طيب بعد كده عايز تجيب بقى الدايمنشن، انت جبت تصرف وجبت حجم، تجيب ابعاد، تمام. هو انت اصلا تصميم الصمب انك تجيب لي ابعاد الصمب، تجيب لي ابعاد البياره بتاعتك، طول وعرض وسمك او الاتجاه الطولي، يعني كده يعني. المهم دلوقتي اول حاجه عشان تجيب صمب دايمنشن، اول حاجه هتجيب ال ال دي بتساوي لان توتال في من 1 ل 3، تمام. طيب لان ديت اللي هي عدد ايه؟ احنا قلنا ديت البايره بتاعتك اهي، تمام، دي البايره اهي، مش ليها اكستنشن كده في الاتجاه التاني. قلنا ده عمق وده عرض وده طول، في مواسير جايه هنا داخله في اللي نعملها بالدوائر دي، الدوائر دي مش عارف باينه ولا ايه، داخله في الصمب تسحب منه تودي على طول، تمام، سواء كانت بتوديه بتدخله او ايه بتطلع منه. فانت بتاخد ان التوتال ديت اللي هو التوتال نمبر اوف ايه اوف بامبس، عدد المضخات اللي هتشد منه الوركينج والستاند باي، ماشي. انت عندك مضخات شغاله ومضخات ستاند باي، ماشي، فهتجمعهم الاثنين مع بعض وتضربهم في من 1 ل 3 متر. ال 1 ل 3 متر ديت السبيسنج بتوين كل واحده. طب هتقول لي يا باشمهندس دلوقتي احنا بادئين هنا في مسافه، تبقى في مسافه زياده لان هنا الماسوره بادئه على بعد معين من ال من طرف الصمب. لا، هقول لك الطرف اليمين والطرف الشمال من الناحيه الثانيه للصمب بتبدا على نص نص المسافه، تمام. يعني انت عندك اس اس، يعني عندك هنا سبيسنج سبيسنج سبيسنج، دي مواسير او بمبات، تمام، تشفط من الصمب بتطلع بره، تمام. فدلوقتي الاسات ديت هتيجي على طرف يبقى نص اس ونص اس، عشان يبقى التوتال مقفل معاك ان توتال في المسافة الواحدة اللي هي السبيسنج الواحدة، تمام. البي بتاعتك اللي هو البي بتاعتك عرض الصامبة بتفرضه، يعني انت فرضت العرض ده من 1 ل 3 متر assumed، والدبس بتاعك بقى ده اللي انت بتجيبه. يبقى انت جبت ال L وفرضت العرض وجبت الايه الدبس. الدبس دوت فوليوم على مساحة، ما هو انت معاك الفوليوم، انت جبت الفوليوم هنا اهو من الكومتين اللي انت فرضتهم هنا دول، تمام، ومعاك طول وعرض، تقسم الحجم على المساحه هيديك الدبس، بس بشرط انه ما يتعداش الدي مينيمم. طب الدي مينيمم دي هنجيبها ازاي؟ بص يا سيدي، الدي مينيمم ديت اللي هي الحته دي الدبس المينيمم. دلوقتي انت عندك في نص متر كده بنطلعها من الاول، وبعد كده نجيب الايه الميه من السورس بتاعك، ده الووتر ليفل بتاع السورس بتاعك بتاع المصدر بتاعك، وده البيد ليفل بتاع المصدر، ده منسوب الارض بتاع المصدر بتاعك، تمام. وفي هنا الووتر ليفل، انت احنا عايزين نوصل من الليفل دوت لحد ايه الدي مينيمم هنا. فانت انت عندك منسوب الووتر ليفل جيفن مثلا، تمام، هتعمل ايه؟
هتروحي منسوب الووتر ليفل دوت ناقص الفريكشن اللي هيجي هنا. ما هو الميه هنا ماشيه 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 بتنزل بفواقد مش ماشيه افقي، يعني لو ماشيه مستقيم افقي كده كنا قلنا تمام. فانت تمشي بفواقد ونيول، فنقول الووتر ليفل ناقص الفواقد، فواقد نتيجه تحت الكيك نتيجه النقل الميه من هنا لهنا تمام. فهتقول الووتر ليفل دوت ناقص الاتش فريكشن تمام. يبقى من هنا لحد هنا ده الدبس بتاعك الدي مينيمم. طيب نوصل بقى نجيب الدي مينيمم ده ازاي؟ احنا معانا منسوب هنا اهو، ده كان معانا منسوب هنا بس ومعانا المنسوب ده، جبنا من الفواقد منسوب الحته دي، منسوب الهاي ووتر ليفل او منسوب الميه في الايه في الصامب بتاعك تمام. يبقى اول حاجه طرحنا منسوب الووتر ليفل ناقص الفواقد، وصلنا هنا. طيب عايزين نوصل لحد هنا تمام، هنقول منسوب البيد ده، منسوب البيد ده هنزود عليه نص متر اللي هي الحته اللي احنا طلعناها، يبقى وصلنا المنسوب هنا. نطرح المنسوب ده ناقص المنسوب ده يديك فرق الارتفاع دوت اللي هو اصلا هو الدبس. يبقى القانون بتاعنا هيقول لك الدي مينيمم دي بتساوي الووتر ليفل ناقص الاتش اف اللي الفريكشن ناقص البيد ليفل زائد النص متر. يبقى حيث الاتش اف ديت اللي هي الفريكشن ان كوندو بايب او السي سام ديزاين تمام. يبقى احنا كده عرفنا نجيب ازاي الايه عرفنا نجيب اول حاجه الدي مينيموم والدبس بتاعنا، وكده يعتبر احنا بنصمم الايه الصمب. طيب عايزين بقى نخش نصمم الايه اللو ليفت بامب تمام. طيب ازاي نصمم اللو ليفت بامب يا هندسه؟ اقول لك دلوقتي. اول حاجه تعرف الاول وظيفه اللو ليفت بامب. البامب دي بتعمل ايه؟ بتنقل الميه من بياره الميه العكره تمام، زي ما قلنا في مواسير متوصله بيها بمبات بالبارت المايه العكر اللي هي الصمب، لاول وحده معالجه الفيرست تريتمنت بلانت. يبقى ترانسميتنج ووتر فروم صمب تو فيرست تريتمنت يونت تريتمنت بلانت تمام. طيب فانت عندك فواقد الاتش توتال بقى الاتش توتال الهيد في البامبس، الفواقد او عفوا الهيد بتاع البامبس. فانت عندك هيد ستاتيك وهيد دايناميك تمام، الهيد بتاع الميه. طيب الاتش ستاتيك ده بتساوي ايه؟ الفيرست تريتمنت يونت منسوب، هو المفروض الفيرست تريتمنت يونت ديت اعلى من البامب، يعني البامب بتاخد من مثلا من منسوب واطي اللي هو منسوب الصمب تطلع تعلي لفوق المنسوب بتاع اول وحده معالجه، فتروح لمنسوب اول وحده معالجه ناقص الووتر ليفل منسوب الميه في الصمب هيديك الاتش ستاتيك، ده فرق الفواقد في الارتفاعين تمام. يبقى هو حيث عشان تبقى فاهم بس الاتش ستاتيك هو الايه الضغط الاستاتيكي تمام، اللي هو الاتش ستاتيك ديت هي فرق الضغط الاستاتيكي اللي هو الفرق ما بين منسوب الميه في اول وحده معالجه الفيرست تريتمنت بلانت داخل المحطه ومنسوب الميه داخل الصامب او بيانات الميه العكره تمام. طيب احنا بنفرض يعني ان منسوب الفيرست تريتمنت بلانت هو جراوند ليفل زائد 5 متر تمام. طيب ده لو اف نوت جيفن، خد بالك اف نوت جيفن لو ما ادكش منسوب الفيرست تريتمنت بلانت، انما لو اديها لك صريحه كده خلاص انت هتاخد القيمه زي ما هي، انما ما ادهالكش تاخد الجراوند ليفل اللي هو الجي ال زائد ال 5 متر. طيب زي ما ادها لنا في الميد تيرم الووتر ليفل ان صامب بتساوي الووتر ليفل في الستريم ناقص الفواقد، معروفه دي منسوب الماء اللي لسه جايبينها هيات في الدي مينيمم. طيب الاتش دايناميك دي بتساوي الاتش فريكشن زي الاتش سكندري زي الاتش فيلوسيتي، وغالبا بناخد الاثنين دول بصفر او بناخد الاتش فيلوسيتي دي بصفر، وبتبقى الاتش سكندري دي 1/10 الاتش فريكشن، فاحنا بنقول 1 زائد 1/10 اتش فريكشن يبقى 1/1/10 اتش فريكشن. طب الاتش فريكشن دي بقى بتساوي ايه؟ الاتش فريكشن دي ليها قيمه اللي هي 4 اف اف ال في في تربيع على 2 جي فاي 2 جي فاي. طيب نفهم بقى القانون دوت، الاف ديت اللي هي الفريكشن كوفيشنت بناخده من 0.8 من 1000 ل 0.1 من 100، والانتيك كون دوت قلنا هناخده ب 100 كفرد، والفي ديت اللي هو الفيلوسيتي في البامبس في البايبس، والفاي ديت اللي هي كوندوت دايمتر، خد بالك ان هو قطر الكوندوت مش قطر الايه البامب، مش قطر ماسوره البامب. طيب والسكندري قلنا من 10% ل 20% هناخدها احنا كام؟ قلنا هناخدها 10% اللي هي 1/10 الايه الاتش فريكشن. طيب معانا اكزامبل نشرحه في الفيديو الجديد ان شاء الله.